مرحبا أدهم، وهذا P20 Pro من هواوي. بالرغم من كمية التسريبات الكبيرة اللي شفناها خلال الفترة الماضية، إلا أنه أقدر أقول بهواوي فاجأتنا بهذا الجهاز. أول شيء كتصميم، فعلا تحس أنه فاخر جاي بتصميم جديد، لا هو مثل P10 العام الماضي ولا حتى مثل Mate 10. لهذا أهنيهم، قاعدين كل فترة يجددون في التصاميم بعكس منافسينهم اللي كرروا التصاميم لين طفشنا. الأطراف خاصة بهذا الجهاز لماعة، متداخلة مع الجهاز بشكل جميل جدا. الجهاز صار فيه هذه السنة 3 كاميرات خلفية، وهذه بحد ذاتها جديدة على الجوالات. الكاميرات هذه للأسف هي بارزة، وبالنسبة للكاميرا فهي تعتبر أهم مميزات هذا الجهاز. شخصيا كنت أتوقع بأنه هواوي راح تكون كاميراتها أقل من المنافسين، بس هذه السنة اللي أقدر أقوله بأنه فاجأتني جدا. أول ميزة جديدة بالكاميرا هي الوضع الليلي، موجود سابقا في أجهزتهم السابقة لكن الآن عدلوه، أصبح فعال أكثر. لما تصور راح يطلب منك 4 أو 6 ثواني، والنتيجة مبهرة دائما. نوضح لك التفاصيل اللي كانت غير واضحة لما تصور بالوضع العادي. المناطق اللي فيها إضاءة ضعيفة راح يعدلها لك، والمناطق اللي فيها إضاءة قوية فما راح يخربها لك. ولاحظ بأنه الوضع الليلي يعطيك نتائج أفضل من بيكسل S9 وآيفون كذلك. الوضع الليلي لاحظت أنه صرت أجربه أستخدمه ببعض الأوقات اللي ما يكون ليل أو ما يكون ظلام، لكن متى أستخدمه؟ لما يكون في تباين بالصورة، في أجزاء من الصورة فيها ظلام نوعا ما ممكن أستخدمها، والنتائج تكون حلوة جدا. ميزته أنه فيه نويز أقل بكثير من المنافسين، يعني دقة أفضل لما تصور بالظلام. طبعا هواوي العام الماضي قدمت الذكاء الاصطناعي، وهو أيضا موجود هنا في الكاميرا لكن تم تطويره. إذا جيت تصور أي شيء فراح يتعرف عليه، راح يقولك هذه وردة أو بسة أو أيا كان، وبالتالي راح يعدل على الإعدادات وعلى الألوان عشان تناسب أكثر. مثلا لاحظت أنه لما أصور السماء يعطيها فلتر يخليها لون أزرق أكثر ويشبعها عشان تطلع بشكل أجمل. لما تصور الأكل يخلي الألوان مناسبة ومشبعة أكثر. وطبعا إذا كان مو بعاجبك هذا التعديل فتقدر أنك تلغيه بكل بساطة. لهذا أشوف أنه من السهل جدا أنك ترفع الكاميرا وتصور سواء بالصباح أو بالليل وتطلع بصورة جميلة بالفعل. ثاني ميزة هي العزل، وهذه بحد ذاتها حكاية. كنت بالفندق لقيت تفاحة قدامي صورتها بدون أي تعديلات نهائيا، تفاجأت بهذه النتيجة الرائعة صراحة. أغلب الأجهزة بيكون عندها مشكلة مع القزاز أو مع أي شيء يكون فيه فتحات مثل هذه. العزل بهذا الجهاز يعطيك نتائج مبهرة بوجهة نظري، ورهيبة جدا مقارنة بأي جوال آخر. ثالث ميزة هي التقريب البصري، اللي هو موجود لضعفين في معظم الأجهزة، لكن هذا أول جهاز في 3 أضعاف تقريب بصري، ويقدر يقرب لك 5 أضعاف، لكن فعليا هي مزيج ما بين البصري والإلكتروني بفضل الذكاء الاصطناعي يحاول يقربها لك بدون ما يقلل الجودة كثير. مثلا كنت في دبي التقطت لكم صورة لبرج خليفة بالعدسة العادية، شوفوا كيف المسافة، ومن نفس المسافة هذه الصورة بتقريب 3 أضعاف، ثم هذه الصورة بتقريب 5 أضعاف، ولاحظوا التفاصيل اللي تقدر تشوفها على البرج. أما رابع ميزة في هذه الكاميرا هو وضع البورتريت، اللي أيضا تطور هذه السنة. الوضع حطوا فيه ميزة رهيبة بتشبه آيفون، فكرة أن تقدر تصور أي شخص ومن ثم تتحكم بالإضاءة، وتقدر حتى تخلي الإضاءة من أي زاوية تجي على وجهها مثلا، أو تقدر أنك تشيل الخلفية كاملة وتخليها باللون الأسود. نتائجها جيدة جدا، ما أتوقع من بينها أحد الميزات اللي راح استخدمها يوميا، بس أنها موجودة إذا كنت تبغاها. وطبعا هنا في حركات رهيبة للفلتر، مثلا يقدر الجهاز يعرف إيش تركيزك عليه ويخلي الخلفية كلها بدون ألوان والمنتج لحالة ملون، وهذه إضافة جميلة صراحة. أما الميزة الخامسة في الكاميرا الجديدة هنا هو تصوير فائق البطء. بكل بساطة تقدر تصور أشياء وتخليها بطيئة جدا. الشيء اللي لاحظته بأنه هذا أسهل جهاز من ناحية التصوير البطيء، لأنه مع الأجهزة الثانية كان صعبة شوي أنك تصيدها مع أول مرة، بينما هنا في P20 Pro تقدر تصور الشيء وتصيدها من أول مرة، هذه تجربتي. لكن فعليا هذه الخاصية راح تحتاج إضاءة ممتازة، لأن لو كانت الإضاءة ضعيفة شوي راح تكون الجودة سيئة. بالإضافة لما سبق كل من مميزات، الكاميرا نفسها تقدر تصور بدقة 40 ميجا بيكسل، وبحال أنك فعلت الـ 40 ميجا بيكسل من خلال الإعدادات راح تفقد أو تخسر ميزة التقريب. وبالنسبة للفيديو هواوي دائم عنده مشكلة في الثبات. الشيء اللي لاحظته هذا السنة أنه في تحسن ضخم في الثبات، تقدر تشوفه من خلال الفيديو الموجود أمامك وتحكم بنفسك. أما الكاميرا الأمامية فزادوا دقتها هذه السنة كرقم، لكن
تقدر من خلال الصورة اللي موجودة أمامك تشوف كيف دقتها وكيف أدائها، وخصوصا أنه الكاميرا الأمامية أيضا فيها خاصية العزل. ثم بالنسبة للشاشة هذه السنة هي بدقة Full HD Plus وهي من نوع OLED. هذه الشاشة بالمناسبة تعتبر ممتازة، يعني ما فيها مشاكل اللون الأزرق أو بعض المشاكل اللي شفناها في بعض الأجهزة الأخرى. الآن هذه السنة صار فيها قطعة زايدة بالأعلى اللي لاحظت بأنها ما تأثر على الاستخدام اليومي بحسب تجربتي، كويسة مع التنبيهات، ممتازة مع معظم التطبيقات والتنبيهات، ولو كنت تتفرج فيديو لاحظت بأنهم خلين حدود الفيديو هي قبل القطعة الزايدة تحديداً، ولما تصور الشاشة راح تطلع لك الصورة بشكل جيد جدا. وغير كذا إذا كانت ما أعجبتك وما قدرت تهضمها، من خلال الإعدادات تقدر أنك تخفيها وتنسى موضوعها نهائيا. أحد الأشياء المهمة والقوية بهذا الجهاز هي البطارية، سعتها 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، أدائها لاحظت بأنه ممتاز، يعطيني اليوم الكامل، هذا شيء كويس. بالإضافة إلى ذلك عندهم السماعات الخارجية، صوتها عالي، أدائها ممتاز، خصوصا أنه هذه السنة اشتغلوا مع دولبي المتخصصين في الصوتيات. واحد الأمور اللي كنت سابقا أطلب من هواوي أنهم يهتمون فيها وأتمنى أنهم يهتمون فيها، وفاجأوني هذه السنة بأنه P20 Pro يعتبر أول جهاز في أندرويد أوريو 8.1 المختصر، هذا فيه أحدث نظام من أندرويد غير أجهزة جوجل. طبعا الواجهة هنا هي واجهة هواوي المعتادة، مليانة مميزات مثل تكرار التطبيقات، تقدر تختار تطبيق أو تحط تقفل عليه ببصمتك، وفي حركات مثل نقرتين على الشاشة عشان تصورها، أو مثلا بمفصل إصبعك تقدر تحدد جزء من الشاشة عشان تصوره، وفي كثير مميزات مثل هذه وأكثر في الواجهة. بس هذا لا يعني أنه الجهاز ما فيه سلبيات. أولا الواجهة نفسها اللي كنت أتكلم عنها قبل شوي صراحة هي من الواجهات الجيدة كأداء وسريعة وكويسة، ما قلنا لا، بس أنا شخصيا أتمنى أنهم يتوجهون لنسخة أندرويد الخام، هي أحد أكثر الأشياء اللي كنت أطلبها سابقا وما زلت إلى الآن أتمنى على الأقل يتيحون لنا الخيار. كذلك الجهاز هذا ما فيه مدخل السماعات، إذا كان يهمك فهذه راح تكون سلبية بالنسبة لك. وأيضا هذا الجهاز يجي بقزاز بالخلف، للأسف أنه يتوسخ كثير، كل ما طاح أخاف أنه ينكسر وممكن ينخدش، وهذه أزمة معظم الجوالات الجديدة للأسف. أما غير كذا P20 Pro أشوف أنه الأشياء الأساسية اللي مفروض تكون كويسة في كل جهاز هنا ضبطوها، يعني قاعدين نتكلم مثل الكاميرا، البطارية، الشاشة والسماعات اللي مهتم فيها تقريبا كلها ممتازة، وهذا هو المهم. بالنسبة للسعر لم تكشف عنه هواوي حتى الآن بشكل رسمي، لكن اللي أقدر أقوله بأنه تقريبا احتمال يكون 3000 ريال أو حتى أقل بقليل، لهذا أعتبره منافس قوي جدا جدا للأجهزة الرائدة مثل جالكسي S9 بهذا السعر وبهذه التقنيات. لا تنسى تشترك بالقناة، أعطي لايك، شارك الفيديو مع أحد أصدقائك إذا أعجبك. شوفك فيديو قادم، مع السلامة.